هسه ننتقل الى بارت 2 اوف ذا بيربيريوم، وراح نحكي بيه على الابنورماليتيز الثانيه اللي ممكن تواجهنا بفتره البيربيريوم عدا الانفكشن. اولا خلينا نحكي على البريست انجورجمنت. طبعا فد مشكله جدا شائعه وكلش you will see it a lot، خصوصا if you follow up patients after delivery. هو المشكله وين؟ ليش دي يصير اكو انجورجمنت بالبريست؟ السبب الاساسي poor feeding technique. صراحه راح نلاحظ هذول الفيميلز اللي يصير عندهم breast engorgement، طبعا ممكن انه فيميلز جايبين اكثر من مره يصير عندهم engorgement عادي، بس نلاحظ انه شويه الانسيدنس مالته اعلى شويه بالبرايمي. زين البريست engorgement ما راح يبدي بفتره متاخره صراحه. زين ليش؟ لان هي مشكله موجوده من بدايه البريست فيدنج. يعني هي مثلا بدت البريست فيدنج ماكو خلال يومين ثلاثه، إذا ماكو breast feeding effectively established أو إذا فد wrong technique ممكن إنه يصير عندها breast engorgement. طبعاً بال breast engorgement راح نلاحظ إنه both breasts راح يكون large, tense, okay, tender. يعني لما نلزمها تكون بها pain. مثل ما قلت لكم باللكتشر السابقة، قلت لكم إنه ممكن يصير عندها fever. Yes. ليش؟ لأنه الميلك يعتبر بايروجينيك. زين لان الميلك يعتبر بايروجينيك، ف يعني صراحه ما تعبر فوق ال 39، بس ممكن 38 يشوفها 38 ونص ممكن هيك. يس. زين الشغله الضروريه اللي اريدكم هم تنتبهون عليها اللي دائما ممكن انه تجيكم بالام سي كيوز هي شنو؟ painful axillary lymph node enlargement. ممكن ال engorgement يجي with what? With painful axillary lymph node enlargement. طبعا ممكن الماستايتس تسوي نفس الشيء، بس الانجورجمنت والماستايتس يعني صراحة تفريق ما بيناتهم مو كلش هذاك الصعب. زين بس هذا ليش يغلطون بيه؟ لأنه دائما من يجي بالام سي كيو اوكي يجيب لكم اياه، واغلب الطلاب راح يعتبرون انه painful axillary lymph node enlargement ما يصير بالbreast engorgement. Which is wrong. لأنه هو يصير. أوكي؟ Okay? يصير. فخلوها ببالكم. المهم. تجينا patient. Enlarged breasts. أدها يجوز mild elevated. Mildly elevated temperature. احتمال حتى ال axillary lymph nodes مالتا involved. فراح نعرف انه هاي breast engorgement. فشنو الحل مالتا؟ انه she empties the breast. شون she empties the breast? By manually emptying the breast. زين؟ أوكي؟ Okay? تلبس supportive breastiers اللي هي البراز. زين ممكن مرات ننطي analgesics بسيطة اوكي، وممكن مرات حتى بالايس باكس حتى تقلل من الانجورجمنت. زين بس بشكل عام اهم نقطة من كل هاي النقاط هو المانيوال امتينج اوف ذا بريست. زين ورا البريست فيدنج حتى لا يبقى ريزيدوال ميلك شو تسوي؟ تسوي مانيوال امتينج. اوكي زين هسه واحدة من المشاكل اللي واحد يواجهها patient كانت pregnant والبيبي يا اما died يعني IUD مثلا كان او يجوز مثلا يعني whatever. المهم انه وصلت الى هاي المرحله بحيث انه البيبي died. زين سواء IUD او سواء died neonatal death يعني ورا ما طلع عايش. زين بهاي الحاله هي راح يصير عندها breast engorgement. ليش؟ لان هي ما دا يصير اكو breast feeding. زين اوكي فهنا لازم احنا we suppress ال lactation. مو فقط بهاي الحالة وإنما patients عندهم lactation contraindicated ويام أكثر ال contraindications مع lactation. زين من الinfections إلى ال medication use إلى 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 فبهاي الحالة همينة we should suppress lactation. شلون we will suppress it? Basically we will suppress it إنه ننطي يا أما bromocriptine أو يا أما كابرغولين، نفس الأدوية اللي ننطيها بالهايبر برولاكتينيمي نفسها. كابرغولين دوستينكس يعني أوكي البروم. طبعا شنو الفرق ما بين الكابرغولين والبروموكريبتين؟ صراحة البروموكريبتين مشكلته يعني احنا ما ننطي صراحة هنا. ليش؟ لأنه بالبيشنت اللي يعني احنا when we want
to reduce البرولاكتين احنا ممكن انه ننطي كابرغولين او برومكريبتين. بس المشكله البرومكريبتين هسه احنا بسايد افكت بروفايل عالي، بالتالي البرومكريبتين ما ينطي بهيتش انديكيشنز. يعني صراحه من نشوف وحده ورا هسه طالعه من البريجننسي احنا ما نفضل ابد انه ننطيها برومكريبتين، اصلا مرات هواي يقولون انه اصلا هو كونترا انديكيتد زين البرومكريبتين. هسه شنو الفرق ما بين اذا احنا اللي ننطي كابرغولين، بس احنا شنو الفرق ما بين الكابرغولين والبرومكريبتين؟ الكابرغولين احنا من الممكن انه تاخذه، يعني انا شلون ما اريد ادوخكم بال 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 يعني موضوع الهايبر برولاكتينيميا، فانتوا اللي اريدكم تعرفوه الاتي انه هي راح تاخذ كابرغولين زين حبايه ومن ربع، تاخذها مرتين باليوم لمده يومين. اوكي هاي بالنسبه لهذا الهاي الانديكيشنز زين، بس انتوا لازم تعرفون معلومات عامه عن الكابرغولين والبرونكريتين اللي هي صراحه احكي لكم اياها. كابرغولين ينوخذ عاده twice weekly او مرات حتى once weekly اذا احنا وحده عندها هايبر برولاكتينيميا زين، بينما البرومكريبتين لا ناخذ ديلي. كابرغولين ما بي سايد افكتس زين، ما بي سايد افكتس، برومكريبتين بي سايد افكت كلش قوي، بي سايد افكت هيديك نوزيا فوميتينج ديزينس زين فلو لايك ايلنس، بحيث لما واحد ياخذه ثاني يوم احتمال ما يقدر يداوم اصلا زين. لذلك السبب البرومكريبتين هسه بدا يقل استخدامه حتى بالهايبر برولاكتينيميا، نفضل انه نستخدم الكابرغولين زين افضل بهواي زين. اذا عندنا وحده وي وان يعني مال اللاكتيشن بالنسبه لها كونترا انديكيتد او ديد بيبي مثلا، احنا وي وونت تو سبرس لاكتيشن، شنو نعطي؟ كابرغولين. اوكي ليش ما نعطي برومكريبتين؟ لانه البرومكريبتين ممكن الى سايد افكت بروفايل قوي، وهي اصلا هستوها بالبر يعني بعدها بالبربيرين، فممكن يزيد الريسك اوف هارت اتاك، يعني يزيد الريسك اوف مايكارديو انفاركشن، او يزيد الريسك اوف سي بي اي. اوكي فلذلك نفضل شنو؟ نفضل انه ننطي الكابرغولين، ننطي 1 ملغ بالبدايه، او ننطي مثل ما قلنا يعني اما 1 ملغ تاخذه هيك مباشره زين، او انه يعني حبايه من ربع ملغ في اثنين لمده يومين. اوكي زين، اذا هسه حكينا على البريسنج كول، بيشنتس ممكن يجون عندهم بيرينيال ديسكمفورت، وهذا اكثر كومبلينت من الممكن انه يجون به ورا الدليفري زين. يعني هذا اي وحده هسه جايبه اكيد راح يساعدها بيرينيال ديسكمفورت زين، سواء كان نتيجه للباسج اوف ذا بيبي، سواء كان طبعا اكيد الابيزيوتومي بالفاجينال تير بالسيرفيكال تير بالانسترومنتال دليفري بكل هاي المشاكل طبعا. فاحنا ببساطه بس نعطيها يعني في مايلد انالجيزيا. اوكي ممكن نعطيها ديكلوفيناك يعني فولتاري، ممكن نعطيها باراسيتامول ونقول لها كولينج وخلاص، هي ما يطول اصلا يعني في اسبوع اوكي 10 ايام بالزايد والامور مالتها ترجع طبيعيه وكل شيء ما بيها زين. بلادر كومبليكيشن، بلادر كومبليكيشن صراحه تعتمد على الدليفري. يعني احنا مرات البيشنتس يجون من هيقد ما صار عندهم، يعني هسه احنا نحكي على وحده طلعت من دليفري وصار عندها مشكله بالادرار. شنو سوى واحد يقول شنو مشكله بالادرار؟ مشكله انه ما دي يطلع الادرار ما ادري، يعني اكو مشكله بالفويد. هنا انتم راح يعني تفكرون بها بشغلتي، يعني هل هي البيشنت ماخذه انستيزيا، ماخذه ابيديورال او سباينال؟ لان طبعا هاي ممكن 8 ساعات يلا ترجع، لهذا احنا دائما ننطيهم ابيديورال او سباينال نخلي عندهم فولي حتى ليس عندهم ديستنشن زين. بس خلينا نفترض انه مو هاي الكيس زين، بيشنت بس مجرد انه مدى تقدر زين، مدى تقدر انه تسوي فويدنج. هنا احنا لازم نفكر بالهيماتوما. اوكي بالفالفال هيماتوما، واذا تذكرون الليكتشر مال ماتيرنال انجريز حكينا على الهيماتوما، قلنا انه يصير اهمين افويدنج ديفيكولتي زين، او انه مجرد ان اقفد اديما بريوريثرال اديما صارت نتيجه للتروما اللي تصير يطلع البيبي، بحيث هاي كل البلفيك اورجنز تنجاز، واحتمال في الديفيكولت يعني مال بوزيشن او مال برزنتيشن او في شيء من هذا القبيل او انسترومنتال ديليفري، بحيث ادى الى انه يصير بريوريثرال اديما زين، او اكو هيماتوما او في شيء من هذا القبيل بحيث صارت افويدنج ديفيكولتي زين.
فهاي شغلتها بسيطة جدا، تنحل بفولي، تنحل بانه احنا نعالج الكوز مال البلادر مال فويدنج ديفيكولتي وتنحل المسألة. ما يعني ما راح اصير، بس المشكلة اللي تبقى فترة لا هي مشكلة الانكونتنس. مرات من دا يطلع البيبي يصير اكو بريشر كلش قوي على البلادر او على اليوريتر او على اليوريثرا، بحيث انه يسوي بريشر نكروسس بالابستراكتد ليبر خصوصا. فهاي ورا اسبوعين احتمال من ما هي جابت تلاحظ انه دا يصير عندها فيستشولا، يعني فيسيكو فاجينو، يعني اكو مثلا ما بين البلادر فيسيكو وما بين الفاجينا فيسيكو فاجينو فيستشولا، او يوريثرو فاجينال يعني ما بين اليوريثرا وما بين الفاجينا، او يوريترو فاجينال يعني ما بين اليوريتر وما بين الفاجينا. ليش؟ لانه لما يطلع البيبي من الفاجينا خصوصا بالابستراكتد ليبر راح يضغط عليها انه يسوي براشر نكروسس، وهذا راح يسوي فيستشولا فورميشن. زين، راح يسوي فيستشولا فورميشن واللي قد يؤدي الى انه دربلينج اوف يورين، يطلع اليورين من الفاجينا، يعني اكو تايب اوف يورينري انكونتيننس. زين، وهي طبعا طريقة العلاج مالته وكل التكنيكس راح تاخذوها بالجاينيكولوجي وليس بالأوبستريكس. زين، بس لازم تفهمون انه الفيستشولا هاي لما تطلع عادة it appears late، مو اول يومين وثلاثة واربعة وخمسة، لا ورا اسبوعين تقريبا يلا تبدي تبين هاي الاشياء. الباول نفس الشيء، ممكن يصير constipation. زين، نتيجة انه هي خصوصا لما مسوي ابيزيوتومي، لما اكو pelvic pain قوي. ما تخيلوا انتو اي واحد من عندنا يصير عنده pelvic pain بسيط، راح يصير عنده راح يصير عنده مثلا urinary retention، راح يصير عنده constipation. لما دي يقدر، لان اكو pain. زين، لان اكو pain، فما بالك بوحده اصلا هي delivered، وخصوصا اذا كانت delivery مالتها صعبه، فممكن انه يصير عندها pain. زين، طبعا dehydration is also a cause، بس يعني pain هو المين thing. ومثل ما قلنا هناك يصير voiding difficulty و incontinence، هنا هم ممكن يصير fecal incontinence، بس fecal incontinence من يجي من اللاسريشن، من ثيرد او فورث ديجري فاجينال تير. زين، ممكن مرات فيستولا، بس احنا من السفنكتر دامج هو اهم نقطه. يعني زين، حكيناها بالماتيرنال انجريز، التايبس اوف او الديجريز اوف فاجينال تيرز بيشنتس. طبعا هاي احنا شايفيها بالبراكتس، يعني سبيسيفيكلي هيج كيسات، انه يصير عندهم مرات اوبستريك بولزي. تجي patient يصير عندها weakness أو يصير عندها pain أو paresthesia أو فتشي من هذا، يعني neurological symptoms. هي دا تجيب، وطبعا هاي شو وقت ورا ما جابت، يعني هاي ليش؟ لأنه وهي دا تجيب مو دا تسوي straining، وهي عندها يعني weakness وعندها predisposition، يصير أكو disc عندها. أوكي، يعني usually L4 L5 disc. ديسك هيرنيشن يضغط على يعني الثيكل ساك، وبالتالي ممكن انه يسوي، او يضغط على الروت، وبالتالي ممكن انه يسوي هاي المشاكل. زين، فاحنا بهاي الحاله يروح الى نيورو سيرجن او اورثوبيديك سيرجن. زين، وهو يتعامل وياه. اوكي، سيرجيكلي او نو سيرجيكلي، عاده سيرجيكلي. زين، اوكي، ذا لاست ثينج اللي راح نحكي عليه، او الشيء اللي قبل الأخير، هو psychiatric disorders. psychiatric disorders اللي تصير بالperperium من المواضيع اللي interesting اللي لازم أنتوا تفهموها، وأكيد يجي عليها بعض الأسئلة بالامتحان حتى أنتوا تضبطوا أهمية. شوفوا psychiatric disorders إحنا نقسمها إلى ثلاث أقسام. أكو فتشي نسميه baby blues أو postpartum blues. هذا مجرد فت حالة بسيطة جدا تصير عند الأم، أكو يصير عندها depression، ومتى تقدر تسيطر على الإيموشن مالتها، يعني مثلا ساعة تبكي، متى تقدر تنام عدل، يعني ما تشتهي، إيش تحس نفسها overwhelmed، تحس نفسها anxious، يعني فت يعني خلينا نقول مو depression بس هو يعني فد low mood state. زين، دي صراتها. أوكي، بس هاي ما تطول، يعني هاي تبدي من أول كم يوم ورا ما تجيب، وما تطول أحدها الأقصى أسبوعين. زين، البيبي بلوز. البيبي بلوز إحنا أنا ما يصير عدها المريضة، أو ما راح أقول لكم يا أسا نحكيها بالدفرش،
زين، فبس مجرد انه تمر بهاي المشاكل وهي تصير بين قوسين ام دميعه، يعني تقول اني ها اني خاف ما اصير ام زينه ما ادري شنو، تقوم تبكي. بيشنتس ممكن انه ما تاكل ما تنام زين، فهاي بس هاي ما تطول عاده اسبوعين. فعاده بس مجرد انه كون اكو فد فاميلي سبورتيف، هازبند سبورتيف الى اخره الى اخره، زين هي ببساطه هاي المساله راح تنحل وما تحتاج الى اي تداخل يعني ميديكال. اوكي، بس الحاله الثانيه اللي هي نسميها بوست نيتال ديبرشن، البوست نيتال ديبرشن تختلف عن البلوز. البلوز تبدي اول كم يوم واسبوعين كلش كافي. البوست نيتال ديبرشن هنا المشكله وين؟ المشكله انه اضافه الى انه هي تكون ساد وانه انكشس انه تبكي الى اخره، ده يصير عندها thoughts of suicide او ده يصير عندها thoughts of harm لنفسها او للبيبي. زين، فهاي مشكله كلش كبيره، هاي مشكله كلش كبيره. هنا أنا مو مثل البيبي بلوز، بيبي بلوز فت مرحله كل تقريبا كل الامهات يمرون بها فت فتره بسيطه ولو يعني نسبه معينه، انه هم من اول كم يوم اول خمسة ايام الى اسبوعين يمروا بهاي. بس هذا البوست نيتال ديبرشن لا، ما الى فتره نقدر نحددها، يعني اغلب الكتب تقول انه خلال اول سنه. زين، اني تايم ديورينج ذا فيرست يير اوكي ممكن انه يعني يصير عندها بوست نيتال ديبرشن. زين، فهنا انا بال يعني بهيج كيسات بما أنه دي يصير عندها أفكار أنه تأذي نفسها أو تأذي البيبي، لا يحتاج إلى أوكي ممكن إذا كان مايلد إلى مودريت ممكن أنه سيلف هيلب ستراتيجيز أو شغلات، بس عادة يعني تحتاج أنه تراجع طبيب أو تحتاج أنه يكون عندها في السبورت سيستم كلش قوي. زين، وتراجع طبيبة مالتها وهي تشوف تسوي لها ريفيرال الطبيب او فشي، لانه الريفيرال الطبيب مال نفسي هنا هو اللي راح يحدد، والا الطبيب الفيزيشن الاعتيادي وحتى النسائيه ما راح تقدر انه تعرف هاي جريد. فاذا يعني اذا صارت هاي المشاكل راح تقول لها لازم انت تراجعين، دز على طبيب، هذا الطبيب راح يقيمها وراح يحدد انه هل هي تحتاج الى ميديكيشن ولا لا. اذا احتاجت الى ميديكيشن فافضل شيء، واللي هو أغلبيتهم يحتاجون للميديكيشن، أفضل شيء تطيها أو يعني واحد يطيها الفلوكسيتين. أوكي، فلوكسيتين أو الباروكسيتين، هذني تعرفون يعني أنتوا SSRIs. أوكي، سيروتونين سيلكتيف سيروتونين ريبتيك إنهيبيترز، ف سيف بالبريست فيدينج ما بيها فت سايد إفكتس، فممكن إنه إحنا ننطي فلوكسيتين. أوكي، ومثل ما قلنا إذا البلوز بس مجرد إنه هاي الأفكار الاعتيادية من كم يوم وراء الدليفري الى up to 2 weeks. بس هنا الدبرشن لا، افكار مال بلوز بس شنو وياها thoughts of self harm بالنسبه لنفسها او للبيبي، فهنا تحتاج الى medical management. اوكي، وهنا قلنا ما الى فتره محدده، ممكن يصير خلال اول سنه. اما البربرال سايكوسيس اللي هو البارت الثالث، البربرال سايكوسيس بالحقيقه احنا بالنسبه لنا patient مو بس دي تصير عندها thoughts of self harm أو harm للبيبي والهذني الأشياء الأخرى اللي هي في يعني صعوبة النوم والcrying episodes ما أدري، لا دي يصير عندها psychosis، يعني دي تتخبل بالمصطلح يعني خلينا نقول العامي. يعني شنو يعني الpatient تقوم تعيط، تقوم تصيح، تصير agitated، تقوم تكسر، تقوم تشوف أشياء delusions hallucinations، يصير عندها confused مرات نلقاها. أوكي، توصل إلى مرحلة هاي نسميها puerperal psychosis، هاي دخلت بسايكوس، قد تكون أصلاً ما داخلة بsymptoms of depression وتدخل بالسايكوس، وقد تكون with symptoms of depression. فمو شرط وجود symptoms of depression، فممكن أنه تكون هاي الحالة with or without symptoms of depression. فهنا نحتاج الى انتي ديبرسنس، واضافه الى ذلك شنو نحتاج؟ الانتي سايكوتكس او المود ستابلايزرز. زين،
هذول عادة يعني لازم نخلي بالنا انه ترى البربرال سايكوسيس والبربرال ديبرشن ترى لهم ريكرنس ريت كلش عالي، لذلك دائما اللي عندهم هيستوري لازم يراجعون اوكي، حتى خصوصا الجماعه البربرال سايكوسيس، لان مرات قبل ما تدخل بسايكوسيس ممكن الطبيب مالتها يوصف لها اصلا دواء قبل ما تدخل، زين ورا ما تجيب البيبي يوصف لها ليثيوم ويقول لها قطعي البراس فيدنج خلي، لان الليثيوم طبعا كونتر انديكيتد انه ترضع به. ليش؟ حتى لا تصير لا تدخل بسايكوس، خصوصا اللي عندها بيربرال سايكوس. زين اللي عندها بيربرال ديبرشن همينا مرات انه لازم نراجع، لازم حتى نلقوا في البيربرال ديبرشن، لانه البيربرال ديبرشن والبيربرال سايكوسيس هذني بيها ريكرنس عالي. البيبي بلوز مو شرط يكون بيه ريكرنس عالي، هو مو فد شيء كلش قوي، مجرد انه ضوجه بسيطه بتصير وفد يعني يعني تقوم تبكي تقوم هاي الاشياء بس ما يطول اسبوعين اوكي، وما يحتاج اصلا اي ادويه ولا اي شيء اوكي. فهاي اريد نخليها بان الاكزامينيشن بوست نيتال عاده احنا نقول لها تعالي لنا ورا 6 اسابيع زين، وعاد ورا 6 اسابيع نفحصها ونحكي وياها ونسولف وياها ونفحص شكو شيء، ممكن نفحص البريست نسالها اسئله اعتياديه، نسالها اول شيء اللوشه على البريست فيدنج وعلى وضعيه البيبي وعلى وضعيتها وعلى هل هي ضايجه هل هي ما ضايجه، الريليشن شيب مالته ويا البيبي، استخدمت كونترسبتيف ما استخدمت كونترسبتيف، سكشوال انتركورس صار لو لا اتها صار، يورينري ثينكس اتها صار، فيكال ثينكس، يعني اسئله اعتياديه زين. الاكزامينيشن عاده احنا نفحص الجنرال اكزامينيشن، ما نحتاج انه نفحص يعني كل شيء الا اذا اتس انديكيتد يعني، بس احنا عاده جنرال اكزامينيشن بس نسوي لها ابدومينال اسسمنت سريع، بريست اكزامينيشن اذا انديكيتد زين، ذاتس ات. مرات نستخدم او يعني ناخذ لها سيرفيكال سمير اوكي، طبعا هاي الامبورتنس اوف سيرفيكال سمير راح تاخذوه بالجاينيكولوجي ولا يسوي الاوبستريك، ما حد راح يسالكم عليها بالاوبستريك صراحه زين، لانه موضوع كلش مطول انه موضوع الباب سمير وشو ثاني اخذ. Investigations احنا ما نحتاج انه ندس، it depends على الكلينيك، يعني شفناها بيل ممكن ندس على هيموغلوبين، شفناها فبرايل شويه ممكن ندس على سي بي سي سيركتور بروتين الى اخره. بس عندنا بعض النصائح اللي لازم نقول لها قبل ما نختم الموضوع مالتنا، انه احنا موضوع الكونترسبشن مثل ما حكينا باللكتشر السابقه قلنا انه ترى الاوفيليشن يجي قبل المنسز مالتها احتمال، فما ننتظر الى ان تبدي المنس يلا تبدي الكونترسبشن. فعندنا تايبس اوف كونترسبشن، من ضمنها هو الاكسكلوسيف بريست فيدنج، اللي قلنا الاكسكلوسيف بريست فيدنج اتس افكتيف بس 6 اشهر، وقلنا ينطي 98% تقريبا بس اذا كان ده يستخدم بصوره صحيحه، يعني اكسكلوسيف بريست فيدنج زين، اكسكلوسيف بريست فيدنج يعني ما ترضع يعني رضاعه زائد او يعني بيورلي رضاعه، اذا رضاعه زائد فورمولا ما يصير، هذا يعني راح يصير بي فيلير ريت بعد عالي كلش زين. فخلي هذا الشيء ببالنا، خلي هذا الشيء ببالنا الاكسكلوسيف بريست فيدنج. اكو خيارات اخرى يس طبعا، اكو انه نستخدم الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، بس احنا عندنا بالنسبه ان الكومبايند عاده يعني ممكن انه نحاول قدر الامكان انه ناجلها فت 4 أسابيع إلى 6 أسابيع زين أوكي. صراحة كلها الأشياء هي 6 أسابيع، يعني خلي أقول لكم إياها حتى يعني تخلوها ببالكم، كل الأشياء 6 أسابيع كتداخلات إحنا نسويها، مو إكسكلوسيف براس فيدنج، هاي إحنا بكل شيء ما ندخلين، بس مثلا ردنا نحط لها لولب آيو سي دي يعني مثلا ننتظر المفروض 6 أسابيع زين، يرجع يصير إنفوليوشن كامل ما أدري شو، حتى يصير عندنا uterine perforation. طبعا موضوع الـ IUCD تاخذوه بالجاينيكولوجي، هو كل الكونترسبشن صراحة تاخذوها تدو بالجاينيكولوجي، بس يعني ردنا نحط لها IUCD 6 أسابيع، يعني من 4 إلى 8 أسابيع. combined oral contraceptive pills من 4 إلى 8 أسابيع، يعني هم نقولوا فات 6 أسابيع زين. ردنا sterilization يعني ردنا مثلا نسوي لها عقد زين، ف يعني هنا أنا ممكن يا أما بالسيزيرين أو إذا مو بالسيزيرين سكشن فنأخرها شقد 6 أسابيع زين. الشيء الوحيد اللي من الممكن انه نبدي من وقت يعني اقل من 6 أسابيع هو بالحقيقه شنو؟ البروجستيرون اونلي بيلز زين اوكي. الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز مشكلتها انه تقلل الملك، فبالتالي ما يصير ننطيها الوحده تريد ترضع
لأنه بيها أستروجين. بينما البروجستيرون أونلي ما لها علاقة، ما تأثر على على النوع، أو تأثر بس في شيء قليل يعني، زين؟ في شيء قليل. فالبروجستيرون أونلي عادي إنه تنطي من وقت يعني، خلينا نقول يعني من اليوم 21 يعني في 3 أسابيع، أوكي، وما تأثر على البريست ميلك. فأنتوا السؤال اللي تنسألوه صراحة بالأوبستريك شنو؟ إنه منو اللي تأثر على البريست ميلك؟ لو ومنو اللي ما تأثر؟ اللي تأثر هو الكومبايند أورال كونتراسبتيف بيلز، اللي ما تأثر هو البروجستيرون أونلي بيلز. البروجستيرون أكو بأنواع طبعًا تأخذوها بالخامس إن شاء الله بال يعني بالكونتراسبشن، اللي هو ديبو بروفيرا. ديبو بروفيرا هو عبارة عن إنجكشن ينطي آي إم بالدلتويد مسل، أوكي، اللي عادة إحنا ننطي كل 3 أشهر بميدروكسي بروجستيرون أسيتيت. الميدروكسي بروجستيرون أسيتيت طبعًا ينطي همين، المفروض إنه يعني ما ننطي خلال أول 3 أسابيع يعني، همين 6 أسابيع، كلها 6 إذن IUCD combined oral contraceptive pills depo provera sterilization كلها على الأقل ننتظر في 6 أسابيع. بس البروجستيرون only pills ممكن إنه ننطيها خلال 3 أسابيع. بس depo provera لازم تفهمون بفد نقطة كلش مهمة. المشكلة الأساسية بالdepo provera، وطبعًا هاي حتى بالwoman اللي هي يعني مو postpartum يعني وحدة تريد كونترسبشن اعتيادي، مشكلته انه unpredictable. يعني مرات اكو patients يضربوه، هو المفروض يبقى 3 أشهر وكل 3 أشهر المفروض، بس ممكن تبقى amenorrhea فت 6 أشهر 7 أشهر تبقى amenorrhea، يعني unpredictable. فما نقدر نتنبأ انه شنو الريسبونس مالتها راح يصير، زين، خصوصا اذا هي مثلا رادت فت شيء بسيط وتريد تصير pregnant، يعني ورا 6 أشهر مثلا او ورا 3 أشهر قررت انه تريد تصير بريجننت. اذا هي ماخذه ديب بروفيرا مرات يعني تطول، نقول لها لازم تنتظرين 6 أشهر، مرات توصل 7 أشهر يلا تجيها السايكل، زين. فشوي ان بريدكتبل، بس هاي هيك معلومات عامه انتم هسه ما مطالبين بها صراحه، كلها انتم المفروض تاخذوها هاي بصف 5 ان ديتيلز، زين، اوكي، ان ديتيلز. فاذا هسه سولفنا على كل البارتس الخاصة بالبربيريوم، هاي الأشياء اللي أريدكم تعرفوها. محاضرة ما تنحفظ، زين، لكتشر ما تنحفظ، لكتشر عبارة عن فهم. فهذا اللي أريدكم أنه توصلوا، أريدكم تسوون فد مايند ماب بعقلكم على المشاكل اللي ممكن تعانوها أو تعانيها الومن بالبربيريوم، وكل مشكلة والسوليوشن مالتكم، أوكي؟ Okay؟